حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. يقول ابن حجر رحمه الله: رواية مسلم من طريقه: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، مع الروايات الأخرى يقول: كأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاء طيها بجلوسه على المنبر.